قومي اجري قومي يا اختي. شايف الراجل اللي جاي هناك ده؟ مين؟ عمر بيه رئيس المباحث؟ ايوه هو ده اللي في ايده يخلص لك كل حاجه. هو عصبي شويه ونرفوز بس شويه نحنحه منك على شويه دلع هيخلص لك كل شيء. مجرد ينفع معاهم نحنحه يا اختي؟ جربي انت خسرانه حاجه يا اختي. سلام عليكم يا اختي. قومي 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 جربي ربنا معاكي. عمر بيه عمر بيه عمر بيه ربنا يخلي لك العيال يا رب. نعم. انت مش فاكرني يا باشا؟ لا والله مش واخد بالي. نعم انا مرات ناصر السحيمي يا باشا. ناصر السحيمي الواد يا باشا البلطجي بتاع بتاع الشقه والمخدرات. ماله؟ هو انت يا باشا ما خرجتوش لحد دلوقتي ليه؟ ده بقاله يجي 3 ساعات جوه مش عارفه حتى اسلم عليه. 3 ساعات ومش عارفه اسلم عليه؟ اه حرام. 3 ساعات يا ضيق مش عارفه اسلم عليه يا ضيق. يا ست يا ست ده اجراءات يا ست ومروحهم جاي. روحي يا ست وتعالي بكره ان شاء الله ما تجننناش. ان شاء الله يخليك لنا يا رب. والنبي يا باشا ربنا يخليك يا رب. ما حرام كده انا لازم اشوف يعني لازم اشوف. يا ست استني بره لو سمحتي. خلاص يا ضيق خلاص بس انا هخليكي تشوفيه بس مش هيخرج النهارده. يلا. ليه يا باشا؟ ده ناصر حتى اتغير خالص وبقى زي الفل. ولا اتغير ولا ليه يا باشا؟ الواد ده عرفنا وتعبنا. بس خلاص بس بس خلاص اسكت اسكت بقى اسكت. تعريف. بصي تستني بره الاسم وهو نص ساعة هيجيلك كده. بره الاسم بره الاسم. يلا. بعد اذنك يا باشا انا هستنى هنا. يوم قلنا نص ساعة وهيجيلك بره الاسم. فخلاص بقى خلاص بقى ست بقى انك تستنى بقى الباشا قبل ما يشتغل بقى. انت وعدتني يا باشا انت وعدتني ان هيخرج النهارده. ان شاء الله يخليك لنا يا رب. ربنا يخلي لك عيالك يا رب. يا رب يخلي لك المدام ويبارك لك. خلاص يا امي خلاص يا باشا. تتحدي يا باشا ان شاء الله يخليك يا رب. واغش يا باشا والله واغش. ضيق قول لي يا باشا انت متاخره ليه؟ انت لسه فاكر له العلقه السخنه اللي اديها لك؟ يعني انا غلطان يا باشا؟ انا غلطان ان انا بنفذ اوامر سيادتك؟ ده انا ضيق يا باشا يعني الشعله اللي ما بيونش اللي شبرا كلها في جيب الصغير. ماشي يا شعله ماشي بس انت عارف بقى وانا عارف انك زودتها قوي وواكلها ولع. ضيق تجد ناصر فوق. ها فوق مالكش دعوه بيه. ناصر ده بتاعي انا. سامع؟ اتكل على الله. عمرك يا باشا.